السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيم سيرفر دوت سنتر، وده تبع شركة سايب. هنلاقي أول ما بندخل بنلاقي الستور، وهنا ماي كونتريبيوت اللي هم الناس اللي مشاركين معاك، والماي بروجكت كل البرامج اللي موجودة أو كل التولز اللي انت تستخدمها بيكون فيها ان انت ترفع الشغل بتاعك على الموقع اونلاين على طول. أول ما تيجي تعمل ابديت بيعمل ابديت على الموقع دايركت، وده بيسهل ان انت تقدر تكمل شغل بتاعك في اي وقت. تمام اهوت، فكل الشغل بتاعك موجود على السيرفر، وكده كل البرامج بتاعت شركة سايب تقدر ان انت تفتح اي مشروع من المشروعات اللي انت شغال عليها وتكمل شغل عليها. طيب لو قلت له ماي بروجكت هتلاقي بيبدأ يفتح لي المشاريع بتاعتي. ممكن اقول مثلا مشروع اهوت، تقدر تشارك المشروع ده مع الناس ويقدروا يعملوا المراجعه اللي هم عايزينها، ودي الايشوز والريكومنديشن الموجوده. تقدر تفتح المبنى 3D. اوكي فبيبدا يظهر معانا المشروع بالشكل دوت. تقدر ان انت تشوفه في 3D، تقدر تشوفه في 2D، تقدر ان انت تاخد اي سيكشن، تقدر تعمل مشاركة مع الاصدقاء، تقدر تعمل ووك ثرو جوه المبنى، تقدر تقيس اي حاجة انت عايزها. طيب دي البرامج اللي هي تبع شركة سايب، فيها برامج كتيرة جدا فري، في برامج تانية بفلوس. تقدر ان انت تحملها وتقدر ان انت ترفع الموديل بتاعك من الريفت، يعني الموديل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده كان موجود على الريفت، وانا جيت هنا اوبن بيم كولابريشن وقلت له انا عايز ارفع الموديل دوت. تمام فبيرفع لي الموديل على الموقع، ومن الموقع تقدر تكمل شغل على اي برامج من البرامج. في برامج كتير جدا، في برامج تحليل انشائي، في برامج بتعمل تشيك على الشغل الفاير، في بتعمل سيموليشن، في بتعمل CFD، في بيعمل الحصر بلف كوانتيتي، في حاجات خاصه بالاناره، في حاجات خاصه بالMEP، بالاتشفاك. مجموعه كبيره جدا جدا، ان شاء الله هنبدا نشرحها واحده واحده. حتى لما تيجي تبص هنا في الكاتيجوري هتلاقي حاجات خاصه مثلا بالمصانع، حاجات خاصه بالاكوستكس، حاجات خاصة بالاير كونديشن، كل دول. في حاجات خاصة بالهيلث اند سيفتي، في حاجات خاصة بالفاير بروتكشن، في حاجات خاصة باللايتنج اناليسيس، الام بي اناليسيس، الووتر اند درينج، الووتر سبلاي، وهكذا. الاستراكشر اناليسيس انا جربت اللي هو السايب كاد، حاجة خطيرة جدا، في شوية مزايا يعني شوية حاجات ما شفتهاش قبل كده، يعني خالط من الساب والهاب والروبوت، فبرنامج ممتاز. ان شاء الله نبدأ نشرحهم واحدة واحدة بإذن الله. دي المشاريع، ونقدر نضيف ناس، نقدر نعمل شير مع الناس بحيث ان الفريق كله اللي شغال معانا في المشروع يقدر ان هو يكمل. يعني انا مثلا عملت جزء المعماري، حد تاني بشير معايا الحاجات يكمل هو الانشائي، وهكذا.